رجعت وزيرة العدل ماري كلود نجم واقترحت اسم القاضي طارق البيطار اللي تم تعيينه قاضي التحقيق بقضية المرفأ. بس هون في سؤال، الوزيرة ماري كلود نجم اللي اعتبرها الشارع مثل ما اعتبر أي وزير من حكومة 4 آب مسؤولة سياسياً وإدارياً عن اللي صار؟ هاي الوزيرة اللي الشارع دانها سياسياً ودعاها للاستقالة، لازم نذكر إنه القاضي صوان اللي انشال استدعاها للتحقيق. نعم، القاضي صوان قدم لائحة طويلة إلى المجلس النيابي بأسماء شخصيات بده يحقق معها ماري كلود نجم من بينهم، ماري كلود نجم وزيرة العدل. فكيف نفس الوزيرة اللي ورد اسمها برسالة قاضي التحقيق لمجلس النواب هي ذاتها قدمت أسامي ليستلموا التحقيق من بعد ما صوان هو طلب الاستماع لها والتحقيق معها، اقترحت اسم القاضي بيطار لاستلام التحقيق محله؟ كيف وزيرة ورد اسمها بتقدم بنفسها اسم قاضي جديد لتحقيق هي مستدعات فيه؟ ما شاف القضاء هون تضارب مصالح؟ ما شاف ارتياب؟ هون ما في ارتياب مشروع انه وزيرة تسمي قاضي جديد محل القاضي اللي كان بده يحقق معه؟ ما في ارتياب مشروع؟ الارتياب المشروع هو بس بشقة بالأشرفية؟